وساكت من ساعة ما جيت يا دكتور حسين؟ عشان أعرف إنك هتاخدي الحكاية بإنفعال. طبعًا، لأن حكاية غريبة جدًا. جرعة زايدة من مخدر دي كدبة. أكيد دي كدبة. ده الجزء اللي ما وصلش في التقرير. بس المحامي باتصالاته قدر يعرف الحكاية دي. طب ما ده برضه يعتبر جريمة. أكيد في حد حقنه غصب عنه. مين دول؟ وليه؟ ده جنون. أنا عايزك تهدي يا هند. ما تنسيش إن جاي عشان بنتك. يعني محتاجة أعصابك. عبلة، أنا سبتها من شوية وقلت لها إني طلبت منك تستريح اليوم كله. لا أنا هروح لها دلوقتي. زمنها نامت، أنا جاي مخصوص عشان أطمنك. تصور من اللي أنا فيه. نسيت أسألك الدكتور بتاعها جاي إمتى؟ هيوصل من أمستردام بكرة بالليل. ست الأرض عافية وصاحية، التقاوي سليمة والطرح نادي، الوقت صحيت ببركة مولانا عز الدين كامل. مش غير نفسي او الجاموسه، حتى هما ما بتكلم معاهم بعض. ايه دي؟ انا كده ممكن اتجن زي الطبلاوي. لا انا ما عدتش ساكت. اما تيجي استهين هقول لها خديني غتيني ينجدك ربنا يا مؤمنه قبل ما اتجن زي الطبلاوي. شيحه والله كنت لسه في سيرتك يا طبلاوي. انت فاكر ان انا مجنون؟ انا ما كنتش هقول لحد الحقيقه، بس هقول لك انت. اسمع يا شيحه، مشكلتي اني شفت الجنون بيزحف لحد الطماطم في الارض. سبقتك. الجنون جوا كل شيء فيها. بذره هلاك يا شيح، هلاك. مجنونه يا قوطه. قوطه مجنونه والبقر اتجن؟ يبقى مش بعيد شيح هيتجن. ولا يا شيح، الست بعتلك يجي من ساعه وانت لساك هنا. وين اذا كانوا نزلوا على ارض سعيد بيها زي الجربان وكسروا قلب العيال، يبقى حيتوني ارض يا شفيقه؟ انت بتخرف تقول ايه يا مخبي انت؟ جت خابت الهه تنكلبي، ما تقولي عايزه مني ايه دلوقتي يا وليد؟ عايزه منك ايه يعني؟ الست بعتلك ما جتش ليه؟ انت اتحمستي؟ مش شايفاني بغسل عربيه شعب قادر الهي تولع بيه؟ ثم اني كنت بكلمها، والادب يحتم على انسان متعلم زيي واخد الاعداديه ويجيد الانجليش ان هو يخلص كلامه مع الستات لحد الاخر، على الاقل بتسمعني. هي مين دي يا شيح؟ انت لايف على مين يا واد؟ قول يا واد ما تخافش. انا بتكلم عن العربيه يا بقره. ما اروح اشوف ادريه المفتريه عايزه ايه؟ يا تشتي ولا هي روخ، تكونش عايزاني اروح لعريس الغفله؟ انت هتصاحبيني؟ وسعي كده من وشي وسع. وادي عربيه ايه؟ يخرب بيتك يا واد ويخرب بيت جنانك. بس الواد عنده حق، ادريه مخها اتلاسع على اخر الزمن. بقى الوابور كان مزرج اليلائم يا ابن اللئيمه. عندك ما تشتمش امي ولا ابويا. ابويا ده يبقى اخو عمي عمده لازم، واخو است ادريه كمان. يعني شتمته كانك بتشتمها بالظبط، وعيب عليك، انت راجل كبير. احنا في عمايلك اللي عملتها يا ولد. ايه انت موالس مع العيال اللي ضحكوا على عز وخدوا ارضه؟ كنت مشاركهم اياه. شفت اللمضه بتاع الولد الاهبال؟ لا ده انت بقالك مده سايق العاوك من ليله ما بت عند هند ورحت هناك من غير اذن. بقول لك ايه، ما يغور يقعد مع سته القرشانه ام سعده. طب ومال؟ إذا كان ده هو اللي عاوزه يلم هدومه ويغور في داهية. والنبي يا استدرية روح هناك دلوقتي. شايف الولا؟ طب ورحمة أمك سعدة ما هتعتب هناك تاني. شفت يا شيخ راغب؟ أصل دي ما تستغناش عن خلقتي أبدا. أمال هتلاقي إزاي مرمطور حلو زي كده، سواق وشيال وعلاف بهاين. طب بس خلاص، غور شوف لي الخلي بتاع الأرض بتاع عز
وهاتهولي حالا. استنى يا ابني يا أدرية. افتح يا علي الرزاق يا كريم. يا أدرية عاوزة الخولي في ايه؟ افهم. المأجرين اللي لسه سايبهم يمصوا خير ارض عز وهند لحد دلوقتي، مستني ايه بعد ما مات؟ كل شيء بأوان يا أدرية، مش قادرة تقري انت اللي في دماغي خالص. وانت يا راغب. نعم. متنكش تسمع لكلامها من ورايا كده عيب. الله 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 الله، ده العمده زعلان مني يا ست أدريه الحقيني. طب ما دام الكبير شرف يبقى اغورني. العربيه جاهزه يا ابني ومستحميه وانضف مني والله زي الفل. ايه اللي مزعلك مني يا عمده؟ اهو بقى تاخد غفر وتروح تهد السور، هي دي وصيتي؟ عايز تولعها نار يا راغب؟ ما تجيش غير بكده يا عبد القادر، قصر السكك ما عندناش خل. ايوه، وما دام جه وقت الاصلاح ودقت الساعه ما تترددش يا عمده، للامور تتميع بعد كده. بلاش نخلي شكلنا وحش، بلاش نخلي شكلنا زي الحرامية. حرامية؟ أنا ما عنديش وقت الكلام دلوقتي، أنا نازل مصر أشوف ناجي والنواساني بيه. يلا سلام عليكم. سكة السلامة يا كبير. بقاني مخلي شكلكوا زي الحرامية يا ست أدرية؟ بدأ كلام يقوله العمدة برضو. يا خوفي تكون بترسمها على قدك يا عبد القادر. بتقول إيه يا ست أدرية؟ قال له هواني ما قلتلكش يا شيخ راغب؟ قلت لي إيه على إيه يا ولد؟ على الصوار! مش نجحوا عملوه إيه؟ يا ولا غور بطل رخامه. انت حر. كنت بتقولي ايه يا ست أدري؟ ايوه يا استاذ شوقي، انا هنا ومستنياك. هتتاخر شويه؟ طيب اوكي، مع السلامه. ايه مالك؟ شايفك متوتره شويه. ابدا، شاوي ابو حجر جات له بضاعه من مصر هيتاخر. لا معلش، يلا بينا بقى عشان هنخطف عبله من اكل المستشفى وناخدها دلوقتي معانا بره. بس خالد ما ظهرش النهارده خالص. ثانيه واحده. الو، ايوه انيسه. لا احنا الحمد لله كويسين، النتيجه ان شاء الله بكره هتظهر. ايه تقبيل العز في البلد؟ طيب روحي انت حبيبتي، مع السلامة. يلا انت عشان ما نتأخرش. يا شيخ راغب انت قاعدني هنا يا اخويا والدنيا والعة هناك. ايه حريقة؟ ألعن، سيب اللي في ايدك واجري بلغ الراجل بالمصيبة دي بسرعة. ايه يا حامد؟ ايه الحكاية بالظبط؟ النصبة منصوبة يا مولانا، صوان على فدان ونص ولامم كل أهل البلد، والكلام على عينك يا تاجر. ايه يا عم ما تقول لي ايه الحكايه؟ ما تطلعش روحي. العيال يابا، العيال بتوع المزرعه عاملين معزه كبير قوي عشان الدكتور اللي مات، ولمين كل اهل البلد بما فيهم النائب سلماوي. ايه ده؟ العمده ما خدش خبر؟ امال انا جاي اقول لك ليه يا راغب؟ بمر لساني. اجري قول للراجل يلحق الحريقه دي بسرعه قبل العيال ما تعك في الكلام. ما يعكوا يعكوا ولا يتحرقوا بجز وسخ. ولما يحكوا بقى عن هدك للسور وانت هده قدام عيني، موال ده لوحده مش كفايه يا راغب؟ يعني برضه اللي هده يا حامد. روح انت الحق نفسك واسمع الكلام كله. ما انا راجع لهم يا شيخ راغب، بس اجري انت بلغ العمده بسرعه وما تضيعش وقت. اديني قلت لك تبلغه. سلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت مش هتديني السخان ولا ايه؟ بعدين بعدين لما ارجع. طب وفلوس؟ عيب يا راجل، ده انت في ايد امينه.